البحث عن انتصارا ميدانيا ولو جزءا بسيطا، هذا ما كانت تعد له ميليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية القصيرة ولا تزال، وكأنها قد أضعت إبرة في كومة من القش، مرة تنفذ هجوم في شمال صعدة وغربها وأخرى في أقصى الجوف ببراط العنان وجبهة حامة. التكلفة البشرية لهذه المهمة قد وصلت إلى أرقام خيالية. مديرية براط العنان لا تزال محور انشغال الحوثيين، فما أخذته القوات الحكومية من مواقع من أيديهم ليس بالأمر الهين، فقد اجتازت مساحة كبيرة من الصحاري والجبال تقدر بالمئات، فالعمليات الهجومية الحوثية السابقة لم تستعد شيئا مما أخذه المحور الشمالي منها، فكان لها اليوم هجوما لا يختلف كثيرا عن السابق سوى بعدد القتلى والخسائر الأخرى. حاولت مجاميع من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع أفراد المحور في جبال قشعان وتبة السلام في وادي سلبة لتحتدم المعارك بين الطرفين ساعات طويلة منذ الصباح حتى الظهيرة. تمكن أبطال المحور من صد الهجوم الذي وصفه بالعنيف، واستطاعوا استعادة المواقع التي كانت الميليشيات قد وصلت إليها. استعدنا المواقع من الحوادث وطردناهم وزالت جثثهم في المواقع إلى الآن، وعرباتهم تحت عرق وراهم، ولن نخليهم حتى نصلهم مران، وبفضل الله سبحانه وتعالى استعدنا ما تبقى من المواقع، والحمد لله أسلحتهم وجثثهم وعرباتهم بيداتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقول لهم وراهم وراهم. انتهت المواجهة بسقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الكهنوتية وسط فرار ما تبقى من تلك المجاميع، كما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر التي تركتها عناصرهم بالمواقع التي كانت تتحصن فيها. عامل النصر في المعارك لم يتمحور في المواجهات، فكان لوحدات الاستطلاع دورا رئيسيا في العملية، فقد تمكنت من رصد تحركات كبيرة للحوثيين بالقرب من قرية آل عشال كانت تحاول الوصول إلى وادي سلبة، حيث تم استهدافها من قبل مدفعية الجيش، وهو ما أعاق وصول إسناد الحوثيين وكسر الهجوم سريعا. عبد العالم تحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوف.